ما نحرمش منك يا ست، اما اروح بقى اسد حنك بكوبايه شاي. بس انا برضه يا ست والله ما عملت حاجه خالص. كاكي قطع لسانك، حد جاب سيرتك في حاجه يا بت؟ اكملني يعني، ست دكتور بيزعق كتير، والست كاميليا كده زي ما تكون عايزاني اقول لها حاجه. ما تقولي لها ليه هي عايزاه؟ وانتش عرفك يا بت ان الدكتور ادهم بيزعق؟ تكونيش يا بت بتسيبي شغلك وتيجي تتصنطي علينا؟ ابدا يا ست والله، حتى اسالي خاله عزيزه. انت جيت من بدري يا سليم؟ لا ابدا يا ماما، انا لسه داخل. امشي غور يا بت. حاضر. البت دي عملت ايه؟ سامع حضرتك بتزعق لها من ساعه ما دخلت. ابدا، دي بنت عقلها طائق، قال اخوها عيان ومش عايز يروح يتعالج، وكل دقيقه تنطلي على هنا وتقول لي قال اخوها مش عايز يروح يتعالج وعايز يروح المستشفى، ولا حاجه مالهاش اول ولا اخر. كنت بتعملي ايه طول النهار وسايبه الحوض مليان على اخره؟ واني مالي، الست الكبيره هي اللي كانت عايزاه. عايزه حاجه من البنت دي يا طنط؟ هعوزها في ايه؟ كانت هالقرف. امشي جري على المطبخ. امال ناديه فين؟ فوق في اوضتها. وادهم معاها فوق. الله، انت هتطلع لهم ليه؟ ايه يا ماما، ما اتكلمش مع واحد منهم؟ ادهم، انا لسه كنت طالع لك. الفواتير اللي معايا جاهزة، عايزين نراجعها. تعال معايا على المكتب. لم الموضوع بسرعة يا أدهم، قبل ما الدنيا كلها تتهد فوق دماغنا. سمعت بقول لك ايه؟ عاوزه تاخد اجازه وتنزل مصر. وماله يا اخي؟ حقها، بدل ما هي عايشه في النكد اللي ما بيخلصش ده ابدا. طب وانا سليم؟ انزل انت معاها كمان وشوف شغلك يا اخي. ادهم، لازم واحد فينا يتحرك يا اخي. عايزني اقول لك ايه اكتر من الكلام اللي انا قلته لك قبل كده؟ وبعدين انتوا اللي مأخرين حكايه الخلفه دي لغايه ما تستقروا في بيتكم. انت اللي قايل الكلام ده بنفسك. تقوم تزعل ليه بقى من الكلام اللي بيتقال ده في البلد؟ انت هتجنني يا ادهم، مش كفايه السنين اللي فاتت دي يا اخي عليا؟ طب قولي ناوي تعمل ايه؟ خلاص يا أدهم،
انا بقى هتصرف، هاخد ناديه واديها مصر واوصلها لغايه بيت ابوها. مش ممكن. ايه اللي مخليه بقى مش ممكن؟ اللي يتحرك هقتله. ايه حصلت كده يا ادهم؟ ها ناديه، لو فضلت هنا يا ادهم مع تدخل ماما المستمر والحاله اللي انت فيها دي، كل الامور هتوصل للطريق مسدود، وفي الاخر خالص هنلاقي نفسنا مش عارفين نرجع لمكاننا الاولاني. ادهم بطل عندي يا ادهم. طيب انا بقى هعمل اللي قلتلك عليه. انا اسفه يا بابا، سببتلك في متاعب ملهاش لازمه. جرايه يا نادي، هو انت مش بنتي حبيبتي ومشاكلك جزء من مشاكلي؟ ادهم انا اعرفه من زمان، من يوم ما كان طالب متفوق، وبعدين لما بقى مهندس برضه متفوق. انما الناحيه الشخصيه انت اللي تقدري تحكمي عليها شخصيا. ده مش معناه انك اسأت الاختيار، لا ابدا بالعكس. وبعدين يا بنتي، هو فين الانسان الكامل؟ ادهم يا ناديه بيمر بفتره ارتداد لحياته الاولانيه اللي انت كلمتيني عليها. عشان كده مش مفروض نحكم عليه بقسوه. وانا انا عارف ان الموقف صعب عليكي، عارف ومقدر. على الاقل انت قدرتي تعملي حاجه، خدتي اجازه وجيتي، وتقدري تعليني قرارك انك مش عاوزه تعيشي معاه. انما ادهم مسكين مش قادر يعمل حاجه، لا لي ولا ليكي. وافضل انا متعلقه كده يا بابا لغايه هو ما يقدر؟ يا بنتي ما انت متعلقه من يوم ما قررت الارتباط بيه. غلطه ولازم انا اللي اتحملها. غلطة ايه بس يا بنتي وتتحملي ايه؟ كل ما في الامر انه بيمر بنكسة، بس من نوع جديد، عشان كده لازم تستحمليه زي ما استحملتيه قبل كده وسبت شغلك علشانه. لازم تستحمليه دلوقتي. يا بابا حضرتك ناسي انه انا مش ناسي، مش ناسي. طيب وانا ذنبي ايه؟ ولا حاجه. قولي لي انت واخده اجازه قد ايه؟ اسبوع. هايل. ياه، دي الدنيا دي كلها اتبنت في 6 ايام بس. تسمحي لي اتدخل شويه قد كده؟ يعني هتعمل ايه بابا؟ هتروح له وهتقول له ايه؟ حيلك انا قلت اتدخل شويه قد كده، مش قد كده. وكرامتي يا بابا؟ حد يقدر يهوب ناحيه كرامتك يا ناديه وانا عايش؟ ربنا يخليك ليا. انت مش سامعني ولا مش عاوز تسمعني؟ لا العفو يا فندم، بس اصلي تعبان شويه. انت مش تعبان ولا حاجه، تقدر تقول لي ايه اللي بوجعك؟ ابدا، نفسي تقيل ومعدتي مش مرتاحه. يعني كلها اعراض عصبيه. ما زلت بقول لك يا ادهم
ان انا ما جيتش هنا عشان نادية، انا جاي عشانك انت. شغلك شغلك ايه ذنبه تحكم عليه بالتوقف؟ مسؤولية مين دي؟ يعني كلها كم يوم ارتاح فيهم وحنزل تاني. كلام فارغ، مفيش راجل مسؤول يقول كلام زي ده. ومش انت يا ادهم اللي مستنيني اقولك لازم تفرق بين شغلك وبين حياتك الشخصية. ايوه عمي، بس اصلا ما بسش الشغل ما فيهوش بس، وشغلك يا اما تنزله من دلوقتي يا اما انا حسيب الشركة تلزمك بكل التعويضات المادية والادبية عن اذنك. ايوه بس اديني فرصة كام يوم. فرصتك اخدتها وزيادة شوية. اتفضل يا دكتور محمود، الغدا جاهز. انا متأسف جدا يا مدام، مفيش وقت. ودي تيجي؟ معقول تيجي بيتنا لأول مرة وتنزل بفنجان قهوة؟ والله ما انت نازل لما تتغدى معانا. أدهم، الدكتور محمود جالك لحد بيتك، ومن جه بيتك جاب الحق عليك. الدكتور محمود هيقعد يتغدى معانا وانت تنزل كده زي الشاطر تجيب نادية وتيجي. قلت ايه؟ مش هو اللي هيقول يا هانم، انا ما جيتش هنا عشان نادية، انا جيت عشان أدهم ابنك عن اذنكم. انا فعلا مش عارف بعمل ايه وعايز ايه. وانا اللي هعرفك يا ادهم. اما خدتي نادية ليه ونزلتها مصر؟ ايه يا جدع انت؟ احنا في الشارع يا اخي. انا نزلت نادية مصر عشان ما تغلطش فيها اكتر من كده. انا مش فاهم انت قلبت عليها القلبة السودة دي ليه؟ امال يعني كنت عاوز نفرح بيها وهي بتتبادل الاعجاب والمودة ومن عارف ايه تاني؟ انت جبت الكلام ده كله منين؟ ماما هتكذب؟ الحكاية مش حكاية كدب. على فكرة البلد كلها ما عندهاش فكرة عن الموضوع ده خالص. يعني ايه؟ يعني انا لفيت البلد حتة حتة وسمعت كلام الناس، في ناس مصدقة في ناس مش مصدقة، مفيش ابدا حد عنده فكرة عن الحكاية السخيفة اللي بتقولها دي. وانت كنت عاوزه يقول الكلام ده في وشك يا حب؟ عندك واحد زي الشرنوبي ده لو عرف الحكاية دي كان هيمسكها علينا ويهلل بيها في وسط البلد، وما كنتش هتلاقي سلاح اكتر من كده يحاربنا بيه. سليم ارجوك يا ادهم، احنا اخوات واللي يجرحك يقتلني. بركة بركة اللي قول لي يا ادهم، هو الدكتور محمود جالي وقال لك ايه؟ غريبه فعلا، ده ما جابليش سيره ناديه خالص. ايه جاي علشان ارجع الشغل وبس؟ مش جايز ناديه تكون ما قالتلوش؟ يبقى عين العقل اللي عملته ناديه ده. ما هو مفيش داعي ابدا انها تقول الكلام الفارغ ده على نفسها. والمين؟ لابوها؟ فعلا يا ادهم مش ممكن تكون قالت له. مش معقول ابدا الراجل زي الدكتور محمود ده يجي لك لغايه هنا ويقول لك تعال ارجع الشغل تاني، ويكون انت اتهمت بنته التهمه الخطيره دي، ويكون قلبه عليك اكتر من بنته. لا 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 يا ادهم لا. يبقى خلاص نادية كده حطت لك الحل. يبقى انت يا ادهم لازم تنزل لها وتعتذر لها وتجيبها على هنا. لا لا، مش قبل ما اعرف اللي حصل ده حصل ازاي. اعتبرها ازمة وعدت. مرة دي عدت والمرة الجاية تعدي والمرة اللي بعدها تعدي، كله عدي. ما
مساء الخير يا نادية. مساء النور يا بابا. ايه ده، كنت فين طول النهار بالشكل ده؟ شكلك تعبان قوي يا بابا. ايه، خدت اجازه من المستشفى عشان تمارسي الطب بتاعك عليا؟ لا يا ستي، افتح الله. احضر لك العشاء دلوقتي ولا ما تغير هدومك؟ بقول لك ايه، انا شفت ادهم النهارده، رحت له العزبه. ازاي بابا تعمل كده ومن غير ما تاخد رايي؟ اخد رايك في شغلي يا ناديه؟ لا بس هما مش هيفهموا كده. ليه؟ هما اغبياء للدرجه دي ولا انا ما عنديش القدره اوضح هدفي؟ مش قصدي يا بابا. ادهم مسكين، شخص مختلف خالص عن اللي كنت اعرفه، محتاج لحد يقف جنبه، واعتقد ان ده واجبك يا ناديه، خصوصا انك انت عملتي حاجات كتير قبل كده. بابا انا خلاص مش هقدر اخد اي خطوه تاني اكتر من كده. انت طبيبه يا ناديه، وما تقدريش تتخلي عن انسان محتاج لك. بس ادهم مش محتاج لحد. هو في حاجه تانيه غير اللي انت قلتيها لي؟ لا طبعا يا بابا، هو في اكتر من انه يتخلى عني في موقف زي ده. يا دكتوره، لو قدامك مريض عنده نزيف داخلي ومريض تاني عنده زكام، تتصرفي معاهم ازاي كطبيبه؟ شفت الفرق؟ بس ادهم ما عندوش نزيف داخلي. يا سلام يا نادية، تبقي لسه ما تعرفيش جوزك. ده عنده، قوليلي هو فيه ايه اخطر من النزيف الداخلي؟ الزكام اللي عندي يا بابا. لا يا نادية، ده يبقى ظلم، تبقى جناية. ايوة يا نادية، جناية، جناية في حق نفسك وفي حق الإنسان اللي انت اخترتيه شريك لحياتك. أنا عارفة، أنا عارفة أن أنا أخطأت في اختيار الشركة دي، وأنا مسؤولة دلوقتي عن وقفة. لا، أخطأتي في إيه؟ البيانات كانت قدامك كلها مظبوطة، شاب من عيلة بيحضر للدكتوراه، مهذب، مستقبله مضمون، وانا يعني كنت هقدر اختار لك شريك حياه افضل من كده. ان حاجات تحصل بعد كده ما كانتش في الحسبان، ده شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا يا نادية. بس المهم ازاي تواجهيها من غير ما يحصل زلزال ولا انفجار. يا بابا انا فاهمه وجهه نظر حضرتك، بس أرجوك تسيبني على راحتي. حاضر. شغلك هتعملي فيه ايه؟ مش هرجع المستشفى. هايل، أفضل كتير إنك تبقي ست بيت وخلاص. بابا الموضوع ده محتاج لمناقشة، أرجوك نأجل الكلام فيه شوية. اللي تشوفيه يا نادية. نلعب سلامة يا باشمهندس. الله يسلمك. ها، ايه اخباركم؟ زي ما سيادتك شايف، نفذنا كل تعليمات سيادتك اللي بعتها مع الدكتور محمود. كلها كلها؟ كلها كلها، وضعفنا عدد الورديات. طب جبت عمال منين؟ هنجيب ليه؟ احنا عندنا بتوعنا. طب ازاي قدرتوا تقنعوهم انهم يشتغلوا ورديه تاني؟ مش دي اوامر سيادتك؟ اي
ابقى احكي لي على التفاصيل واحنا رايحين الموقع الغربي. حاضر. يلا بينا. اهلا يا باشمهندس، طلع سوا منور سعاده البيت. على فكره يا دكتور، العمال فرحوا قوي لما عرفوا ان جات لهم الموافقه على الاجور الاضافيه. طبعا وده حقهم على كل حال. ايه الاخبار التانية؟ اهو زي ما حضرتك شايف البلوك ده خلص وقبل ميعاده بشهر كمان، بس الحمل كان تقيل قوي على الدكتور محمود. انا عارف، لكن كل شيء هيبقى كويس ان شاء الله بوجودك يا دكتور ادهم. دي مسؤوليه في رقبنا كلنا. بس بقول لك ايه، كل واحد بيبقى عنده ظروف. لا العفو يا دكتور، والله ما اقصد. معلش كمل. انا كان قصدي ان حضرتك تكمل معايا المشوار للاخر، لاننا بصراحه اتعودنا على طريق سيادتك في الشغل، وكمان سهلت لنا في مشاكل كتير قوي، وان شاء الله لما العقد يخلص تبقى تعمل عقد جديد مع الشركه التانية. يظهر ان الدكتور محمود قضى معاكم وقت طويل فعلا. على كل حال اطمن، انا لما ابتدي عمل لازم انهيه. اي لازم انهيه. سليم. ايوه ماما. عايزاك دقيقتين. تحت امرك. وانت واقف كده؟ مش حضرتك قلتي دقيقتين؟ خليهم خمس دقايق يا اخي. ايه مستخطف فيا الوقت؟ ده انت نازل من على السلم ولا خدتش بالك ان انا قاعده مطرحي النهارده؟ مستعجل يا ماما، في 100 حاجه في دماغي. جرى ايه يا ابني؟ ما احنا كنا عايشين كويسين، ايه اللي جرالنا؟ انا ما قلتش حاجه يا ماما، قلت لك ان انا مستعجل وفي حاجات كتير عايز اعملها. حاجات ايه الحاجات اللي بتعملها وانا مش عارفاها؟ ايه هي؟ شغل يا ماما، بقالي شغل زي اي راجل في الدنيا. وقبل ما يجي ادهم مش كان عندك شغل؟ لا، ما هو اتضح ان حضرتك كنت بتدير العزبه وانا كنت الناظر بتاعها. ومنصور ده بيعمل ايه؟ كاتب الحسابات. ودلوقتي بيعمل ايه؟ لا بقى كاتب الحسابات وناظر العزبة. معلش يا ابني، على العموم الحق ما يزعلش، وخصوصا لما يكون الحق بتاع ست غلبانة مكسورة الجناح زي. طبعا انتوا ما تحبوليش ان انا ابقى عالة على حد ولا تحت رحمة حد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام الغريب اللي حضرتك بتقوليه ده يا ماما؟ في حاجة في حساباتك غلط او ناقصة؟ تعالى يا حمدي يا انصاري شوف ولادك بقى ليهم حسابات وانا بقى ليا حسابات. الله يا ماما، مش حضرتك لسه قايلة دلوقتي ان الحق ما يزعلش؟ وحيفضل طول عمره ما يزعلش. انا اصلي لسه ما عملتش توكيل لحد فيكو عشان تتصرفوا بالحريه اللي انتوا بتتصرفوا بيها دي. تخافيش يا ماما، على العموم مفيش حاجه حصلت عشان تبقي حضرتك قلقانه كده او تشكي في حد او حتى تبقي خايفه، والله اعلم ايه كمان. انما اذا كان الموضوع ده كله عشان حضرتك عايزه تعرفي حاجه عن ادهم، افضل ان حضرتك تستني ادهم لغايه ما يرجع وتساليه بنفسك. يا سيدة، انت بنت يا سيدة. سيدة خرجت يا طارق، عايزة حاجة؟ راحت فينا ده يا الزفتة دي؟ راحت تجيب طلبات للبيت يا طارق، وزمانها جاي. هو البيت ناقصه طلبات؟ كنت فين يا زفتة انت؟ ما كنتش يا ست، كنت بجيب بطاطس وبتنجان. اسمع بنت انت، انا عارفة حركاتك دي وفهمها كويس. الست كاميليا هي اللي بعتت، حتى هيسأليها. هي الجنينه اللي ورا دي بتعمل ايه؟ ما فيهاش بطاطس يا طنط، والطماطم لسه خضره. امشي خوري من وشك، يلا عوري. مش كنت عايزاها يا طنط؟ انا عارفه عايزاها، خليها تعمل لي قهوه.
مش القهوه كده تبقى كتير عليكي؟ اصلها خربت. ماني قلتلك يا ست نرجس الواد بيفرفر من السخونيه يا حبه عين امه، والكحه مقطعه صدره طول الليل، لا البان دكر نافع ولا ورقه الجواف. قلت لابوه مفيش غير المستشفى. طب روحي اقطعي له تذكره كشف وتعالي. الشباك قفل يا ست نرجس. يسترها يسترك، خلي الست الدكتوره تشوف. وهي فين الدكتوره؟ ادي اخره عمايلكو. هو فين الولد؟ هاتيه خلينا خلي الدكتور عادل يشوفه قبل ما يمشي. الواد في البيت، خفت اخرجه لا يستهوي. طب روحي هاتيه وكلفتيه، قدامك ربع ساعه بالكتير، يا اما تجيبيه بكره من بدري. الهي تنشك في لسانك يا اللي في بالك. مسعيده. ايوه ست نرجس. بتدعي على مين؟ ما عاش اللي يدعي عليك يا امير. انا بدعي على اللي بتنشك في لسانها سيده. اللي بتشتغل في بيت الانصاري؟ عملت لك ايه؟ اجيب الواد الاول. ما تتاخريش. يا اهل الله يا اللي هنا، يا اهل الله يا اللي هنا. انت يا ولا مش هتبطل حركات العيال بتاعتك دي؟ حركات ايه يا عم منصور؟ لا سمح الله، انا قلت يمكن مشغول، قلت اندى عليك. بتندى علي زي ما بتندى على الولايه اللي في بيتك؟ ماليش اسم تعرفه، ومع ذلك ليه بتنده عليا؟ ليك عندي ايه عشان تنده عليا؟ ابدا، قلت يمكن تكون فكرت في الموضوع اللي اتكلمنا فيه ديك النوبه. انا بيني وبينك كلام يا جرع انت؟ خلاص نقول تاني. الفلاحين خلاص ما عادوش بيأجروا منكم حاجه، واللي زي صميده هيرجعوا، يبقى انت ليه ما تحطش ايدك في ايدي؟ استغفر الله العظيم، انا احط ايدي في ايدك يا شرنوبي؟ استغفر الله العظيم. والي انت مالك ومال الانصاريه يا والي؟ لا انت من اهل البلد دي ولا ليك فيها عزوه ولا طيب، هتحط راسك براس اسياد البلد فوق لروحك. ما تزعلش يا عم منصور، انت اللي لازم تفوق بقى، ما عادش فيه اسياد. انا اللي فوق يعدين القص؟ لا لا لا، انا اللي فوق يعدين القص يا والي. ما يصحش كده يا عم منصور، ما تخليش الحكومه تتدخل بناتنا كده. لا خليها تتدخل بناتنا بقى عشان تريحنا بيهم. خد 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 عم منصور. عم منصور سيبه سيبه عم منصور. لا سيبني عليه عشان اضحضحه يا سليم بيه. انت مش عايز الحكومه تتدخل؟ خليها بقى تتدخل عشان تريح. خليها تتدخل في حقيقه بس يا عم منصور. صحتك يا عم منصور، خش انت واستريح جوه. سيبه. مش هخش، انا واقف اهو. لا مؤاخذه يا سليم بيه، ما كانش علمي والله ان حضرتك جوه، ما كانش علمي والله. ولو كان علمك يعني. انا يا سليم بيه كل قصدي الخير بس، وهي المصلحه واحده. انت ايه؟ ما بتتعبش من المصلحه دي؟ يا راجل عيب عليك يا راجل، ده انت جيت البلد دي بطولك والبلد اكرمتك. بص شويه، بص شويه للناس الغلابه اللي هنا دي، دول ما وراهم كوم لحم. انما ايه بقى؟ لازم تستغل وظيفتك وتمص في دمهم لغايه ما تخليهم يهجوا من الارض. يا سليم بيه ما انتوا برضه خدتوهم من الارض. بس احنا بنديهم اللي يخليهم يرجعوا الارض تاني ويفلحوا فيها، مش يهجوا من الارض. بنديهم مكان الميه ومكان الحرد باسعار المفروض اللي انت تديهم بيها. انما قول لي بقى، المكان بتاع الجمعيه فين؟ ها؟ حطه طبعا في الشمس والهواء لغايه ما صدى واتاكل طبعا، عشان تلاقي حاجه تقولها لهم. قطع الغيار مش موجوده، المكان عطلان. لو ايه؟ سلف مفيش، سماد مفيش، كله مفيش مفيش، واخرتها جاي يقول لي حط ايدك في ايدي. بقول لك سيبني اضحضحه. السلام عليكم. شرنوبي. امرك يا سليم بيه. انا لما امرك انك تمشي تبقى تمشي. ما انا واقف اهو تحت امرك يا سليم بيه. كومه. تعال هنا اهو. قولي بقى، عرفت منين ان العمال اللي في مصر مش هيرجعوا هنا تاني ويشتغلوا معانا؟ انت سعادة البيه، انا مش من البلد دي، لكن كلاتهم بيقولوا كده بيه. طب قدامي بقى. قدامي. اجي معاك يا سليم بيه. لا خليك انت يا عم منصور، لما اشوف بقى كلتهم دي بقى. اتفضل قدامي. حاضر يا بيه. قدامي. حاضر يا سعادة البيه. قدامي. مساء الخير. مساء النور يا حبيبي.
عندك يا ابني. طيب هاتهم لي على المكتب. اتأخرت على الغدا يا ده. معلش يا ماما ما اتأخرك وتغدى انتوا. يا حبيبي انا ما اقصدش، انا قلبي عليك. اتغديت ولا لسه؟ يعني الشغل اتكوم وبعدين الاكل مش مشكله. اصلك مش متعود تاكل بره. يا ماما احنا كبرنا بقى ولازم نتعود على حاجات جديده تناسب سننا. اعمل لك شاي؟ لا هطلع الاول اخد حمام واغير هدومي وبعدين بقى هاتي لي الشاي على المكتب. يا ابني ارتاح لك شويه. انا سبق وقلت لك، ايه اللي زنقك على كده بس؟ هحضر الحمام. يعني عاوزين اعمل ايه يا ماما؟ اقعد عاطل؟ راجل داخل على 40 دلوقت ومعاه دكتوراه من اكبر جامعات اوروبا وهندسه، واقعد اشم هوا العزبه؟ على فكره يا بيه، نرجس اتصلت بيك النهارده. ونرجس دي تطلع مين؟ الممرضه اللي عند ناديه في المستشفى، وعايزه حضرتك تفوت عليها. ودي عايزه ايه رخرة؟ ما يسيبونا في حالنا بقى. وبعدين بس يا ماما مش عارف قالت ايه؟ هي باينه زي الشمس، عايزك تروح المستشفى عشان تلاقي ناديه هناك. مش عايزه افكرك مره تانية يا ماما ان ناديه دي تبقى مراتي. ولما اتكلمت الست هانم دي ما قلتليش ليه؟ ولا يمكن حضرتك بقى قلتي ماليش دعوه؟ حضرتك كنت نايمه وهي اتصلت الظهر، وبعدين هي كانت طالبه ابي ادهم. انا في البيت ده ام ادهم وام سليم، والبيت ده ما فيش حاجه فيه هتتغير. ده بيت حمدي الانصاري وهيفضل طول عمره بيت حمدي الانصاري. انا ما قصدتش حاجه غير كده يا طارق. وما حدش يقدر يقصد. انا ضيعت عمري وشبابي عليهم عشان ما فيش في يوم من الايام حد يقول ان انا رميتهم. مفيش ام في الدنيا بترمي عيالها يا طنط، وحتى لو اضطرت تبعد عنهم ما تبقاش رميتهم. بس يا كاملة، بس يا كاملة ما تبقيش عبيطة. امال ماما ما رمتنيش يا بيه، ماما سابتني عشان اقعد مع خالتي، ودفعنا لك الثمن يا طنط. يا خالتي يا اخت ماما، من قلبنا ومن كرامتنا. هادي اخر تربيتي فيكي. قال على رأي المثل، يا مربي في غير ولدك. انا قلت حاجة يا ابني؟ وفي حاجة أفظع من كده تقوليها يا ماما؟ حبيبي ماله؟ أنت ناسي أنك متجوزة يا نادية؟ هو عشان أنا متجوزة ما أقولكش حبيبي؟ انت حبيبي غصب عن كل الظروف. الساعة معاك كام؟ هو ده قصد حضرتك؟ تكون زي ما تكون. يعني ايه؟ يعني انا نادية يا بابا، نادية بنت الدكتور محمود. الموضوع ملوش اي دخل بانت مين وبنت مين، في اصول. وانا ما خرجتش عن الاصول يا بابا. نادية انت ناسية انك امانة عندي، وان انا مفروض احمي الامانة دي. حضرتك بتكلمني كأني كتاب مستعيره او حاجة مش بتاعتك. ازاي حضرتك تتصور ان انا ممكن اقبل اكون كده؟ انا مش ممكن اقبل ابدا اكون حاجة بالشكل ده. ومدام أنا هنا بصفة أمانة يبقى لازم الصفة دي تتغير. أنا هطلب الطلاق من أدهم. أنا مرضتش أسألك عن سبب قعادك هنا، مرضتش أفتح معاكي موضوع عدم رجوعك للشغل. احترمت حريتك، طلبت نأجل المناقشة، قلت حاضر نأجل. جاية دلوقتي تقوليلي هتطلب الطلاق وفاهمة إن هقولك حاضر؟ لا يا نادية، لأن تمنها غالي قوي مش هقدر أتحمله. أنا هقدر عليه يا بابا. إنما أنا ما أقدرش. ما تحملينيش فوق طاقتي يا نادية. طب خلاص يا بابا، اهدى اهدى عشان خاطري، بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني. أيوة، عشان تقوليلي حاجة تانية بعد كده تخلص عليا. يا بابا أنا ما كنتش ناوي أتكلم في الموضوع، حضرتك اللي فتحت الموضوع. انا مش فاهم يا نادية، مش فاهم. موضوع المستشفى هو سبب في كل ده؟
ولا زعلتك علشان انا رحت الادهم في العزبه؟ عشان كده عاوزه تطلب الطلاق. بابا انا هحضر لحضرتك العشاء علشان تاخد قرص مهدئ وتنام. بقول لك ايه، انا مسافر اسكندريه بكره في شغل، هقعد يومين، وانا راجع حفوت على عمتك فضيله في كفر الدوار، قطعا هقعد عندها يوم تاني. تحب تيجي معايا؟ ما افتكرش يا بابا، حضرتك عارف اجازتي قربت تخلص وعايزه ارتب ورقي علشان الغي ندبي من مركز البحوث. حيلك حيلك، هتعملي كل ده في يومين؟ على كل حال دي مصلحتك الشخصيه وانت حره فيها، بس كل اللي ارجوه انك ما تفتحيش موضوع الطلاق ده مع ادهم، على الاقل لغايه ما ارجع وابقى انا اللي افتحه معاه. الاصول بتقول كده. الله، طب ايه اللي كان مخلي مسعده ساكته طول المده دي؟ لما اتزنقت في عيا ابنها. ولما كانوا بيتزنقوا قبل الدكتوره ناديه ما تيجي كانوا بيعملوا ايه؟ ما في غير المزيج، معلقه كبيره للكبار ومعلقه صغيره للصغيرين ودمتم. شاي حضرتك برد؟ لا متشكر قوي، كفايه عليا كده. اي والله يا بيه، عملت لنا حس في المخازن، خلتهم يطلعوا لنا القطن والغيارات المعقمه والادويه. تصدق يا بيه لما كان زمان بتيجي حاله هنا في المستشفى وملهاش علاج كانت بتبعت هي تجيب العلاج على حسابها. غريبه، حد يلاقي مصلحته ويديلها ظهره. امخاخ يا بيه امخاخ، تعمل ايه بقى في قله العقل. طيب ما بدري يا بيه. متشكر قوي يا ست نرجس، بس الحقيقه انا كنت عاوز اسالك سؤال. يا ترى في حد خد خبر بحكايه سيده؟ عيب يا بيه عيب، ده انا نرجس بنت بلكو برضو. هو حضرتك ما تعرفش الحاجة ابو اسماعيل ولا ايه؟ الحاجة ابو اسماعيل بتاع العزبه الشرقيه. اسم الله عليك، اهو بقى انا ابقى بنت اخته. احسن ناس، تشرفنا يا ستي. يشرف مقدرك يا امير يا سكره. تعرف يا بيه لو ما كانتش البت اللي اسمها سيده دي لسه عندكم كنت قطمت زمره رقبتها. لا معلش، سيبي لنا الموضوع ده يا ست نرجس. متشكر قوي، مع السلام. الله يسلم. السلام امانه للدكتور، وما تخليهاش تغيب علينا اكتر من كده. ان شاء الله. امير وسكره. الله يكرمك يا ابني. ليه ما انت كنت بعقلك ليه يا ابني؟ الله، حصل ايه يا ادم؟ اهلا يا سليم، انت كنت فين؟ كنت في المستشفى. الله، هي الحكايه حصلت لغايه المستشفى؟ انت بتسال على ايه؟ قصدي ايه اللي حصل النهارده هنا؟ ما انت عارف ماما بقى لما بتفلت اعصابها. على كل حال كملي عقلها وتستحمل خالتها. لحد امتى؟ قول لي بقى انا اعمل ايه دلوقتي؟ اللي المفروض كنت اعمله علشان احافظ على مراتي واحميها، انا كاني كنت خايف احبها. ما صدقت سمعت اللي قالته لي امي وانفجرت في وشها من الخوف، شظايا في كل حته. الله اعلم بقى سابت فيها ايه، ما صابتوش. بس انا فعلا ما عملتش حاجه لكاميلي. انا ما عملتش حاجه لكاميليا، ده ماما هي اللي ماما كل حاجه فيها ماما. ليه انت ما رحتش لناديه؟ روح اقول لها ايه؟ اقول لها اني غلطان؟
طب ما انا عارف كده وانت عارف كده وهي كمان عارفه كده. طب انت هتعمل ايه وانا هعمل ايه؟ قولي يا ادهم، يا كاميليا فين؟ ما شفتهاش من ساعه ما دخلت. والله وانا سليم، انا من ساعه ما رجعت وانا قاعد هنا. صحيح، ايه حكايه المستشفى دي؟ ما هي دي يا سيدي لب المشكله. نرجس الممرضه اتصلت بي عاوزه تقابلني. كاميليا اللي ردت عليها. ليه وليه بقى انها ما قالتش لماما؟ يا السلام، هي دي بقى القضيه. تعرف يا سليم مين اللي نشر حكايه الاشاعه دي؟ الواد شرنوبي. يا نهار اسود، ده انا اقوم اشرب من دمه. استنى بس، اقعد اهدى اهدى، اللي حصل حصل، المهم اللي جاي. هو لسه في جاي؟ طبعا، مادام في راح يبقى في جاي. طيب قول لي بقى، قول لي بقى نعمل ايه دلوقتي؟ لا قادر اروح لماما عشان اسالها، ولا قادر اخرج انده على كاميليا. قول لي بقى اعمل ايه؟ يا تخرج انت تدور عليها بصفتك جوزها، يا اما هخرج انا بس بصفتي ابن خالتها مش اخوك، ولو ده حصل هتخسرها نهائيا. ويا ماما بقى هتسيبني اعمل كده؟